يلا مفادي. نقوم بواجب، واجب ديني شعبنا اعتاد عليه ومصممين رغم الظروف الصعبة، رغم الإصرار الإسرائيلي على اختطاف البهجة عنا، اختطاف البسمة، اختطاف حياة أبنائنا. اللي في اليوم احنا انتم ذاهبين لبيت الله واليوم اختطفوا 3 شباب من شباب فلسطين. مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدواعي، هو المحتل، هو اللي قاعد في أرضنا، وهو اللي غاصب كل حقنا. احنا اليوم موجودين في دار المحافظة لتسيير رحلة عمرة. احنا باسم التجمع الوطني لأسر الشهداء قمنا بتسيير رحلة عمرة للديار الحجازية، قوامها 31 معتمر ومعتمرة. هدول طبعا كان متبرعين فيهم أهل الخير، وهي مش راح تكون أول عمرة، راح تكون هناك عمرات مستقبلية إن شاء الله اللي نرضي فيها أكبر عدد ممكن. حاولنا بهاي العمرة إنه نختار ناس فعلا يعني يستحقون وغير مقتدرين، وحاولنا كمان ندمج بين أسر فيها أسرى وشهداء. فحاولنا أنه نعمل بال31 تشكيلة من المحافظة طول كرم ومن قراها ومن مخيماتها، وإن شاء الله بتكون هناك عمرات قريبة بإذن الله. إحنا سعيدين جدا طبعا بهذه الرحلة، ومنقدم شكرنا وامتناننا للهيئة الإدارية في التجمع ولكل من ساهم في دعم هذه الرحلة، وإن شاء الله إنها تكون رحلة موفقة. وندعو لشعبنا بالنصر والثبات وبالتوحيد إن شاء الله، وتكون رحلة ونقدر نمثل الشريحة الأكرم منا جميعا اللي هم أهالي الشهداء، ونكون على قد المسؤولية، وإن شاء الله ربنا يكتب للجميع إن شاء الله. شكر محافظة طول كرم على الرحلة بالسلامة، وإن شاء الله الله بنصرنا يا رب على الكافرين يا الله، وإن شاء الله بروح ونجي بالسلامة الجميع.